بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكرير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه عايز اتكلم مع حضراتكم النهارده في بعض التصريحات فيما يخص رابطه الانديه المحترفه. رابطه الانديه المحترفه كان هناك بعض التصريحات اللي خرجت، وانا هستخدم بعض التعبيرات اللي قالها المتحدث الرسمي اللواء ثروت سويلم وعضو رابطه الانديه. اتكلم عن بعض التعبيرات، انا هتكلم بهذه التعبيرات برضو لانه موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، موضوع المسابقه التي تريد ان تقيمها رابطه الانديه المحترفه على غرار ما يحدث في انجلترا. ده الكلام او ده تعبير اللي قاله اللواء ثروت سويلم المدير، اللواء ثروت سويلم المتحدث الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم الرابطه وعضو الرابطه. طيب حضرتك عايز تعمل مسابقه شبيهه بكاس الرابطه اللي موجود في انجلترا، طب هل حضرتك تعرف ان كاس الرابطه اللي موجود في او عدد اللاعبين اللي بيتم قيدهم في قوائم الفرق اللي بتلعب في انجلترا قد ايه؟ طيب معلومه ان عدد لاعبي الفرق اللي بيتم قيدها في انجلترا العدد مفتوح، يعني تقدر تقيد 30، تقدر تقيد 40، تقدر تقيد 50، تقدر تقيد 60، تقدر تقيد 100 لاعب زي ما انت عايز. أيد لعيبة زي ما أنت عايز. ففي ساعتها اللي ما بيلعبش في الدوري الإنجليزي بيلعب في كأس الرابطة، وده اللي بيعمله معظم الأندية الإنجليزية. طيب لو جينا بصينا على نفس الشكل اللي حضرتك عايز تعمله، مثلا اتقال ليها موعد مبدئي لما وقت إقامة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير القادم، بتبقى 40 يوم ولا 45 يوم، ومن قبلها معسكر للمنتخب وكذا وكذا، فممكن جدا ان هي تقام في مثل هذا التوقيت. طيب انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي دائما او في اغلب الاوقات بيضم المنتخب، بيضم عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. يعني خلينا نتكلم عن اخر معسكر، في 7 لاعبين منضمين للمنتخب الوطني الاول، منتخب الوطني المصري. عند 5 محترفين، غالبا الخمس محترفين دول بيروح منهم 4 أو 5 لمنتخبات بلادهم، وبالتالي 7 لاعبين في منتخب مصر و5 لاعبين مع المحترفين مع منتخبات بلادهم، عندك 12 لاعب، وعندك القايمة فيها 30، هيتبقى من ال 12 18 لاعب. طيب 18 لاعب دول لو في 2-3 لا قدر الله بعيد عن كل اللاعبين مصاب ولا حاجة، يبقى انت ما عندكش قايمة كاملة تقدر تلعب بيها مباراة. وبالمناسبة أنا هنا بتكلم ليه؟ أنا هنا بتكلم عشان جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي، أنت هتقول لي ما هو معلش دي بطولة تنشيطية وبطولة كذا وكذا. النادي الأهلي وجمهوره لا يقبل أن هو يخش في بطولة إلا لما يكون أو يفوز بهذه البطولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك حسابات لكل الموضوع، خصوصا في بعض التصريحات اللي قالها أيضا اللواء ثروت سويلم، قال أن هذه البطولة ستكون إجبارية. طيب إذا كنت حضرتك عايز تجبرني على أن أنا ألعب هذه البطولة ما عنديش مشكلة، ولكن افتح لي القيد زي ما حضرتك قلت ان انت باصص على الموضوع ان هو يبقى شبيه بكأس الرابطة اللي موجودة في انجلترا. ما هو لو انت باصص للموضوع بهذا الشكل يبقى لازم تعمل لي نفس المميزات اللي موجودة في انجلترا علشان اقدر اعمل كده، او يبقى انا كنادي مجبر ان انا العب مثل هذه البطولة. فانا شرحتها لحضراتكم في حاجات بسيطه جدا، 7 لاعبين هم موجودين دلوقتي مع منتخب مصر، 5 لاعبين محترفين هينضموا لمنتخبات بلادهم، او 4 منهم على الاقل هينضموا لمنتخبات بلادهم، وبالتالي ادي 11 12 لاعب على 2-3 مصابين، على 2-3 مريحين، مش هيبقى عندك لاعبين يكملوا القائمه. طب حضرتك هتجبرني ازاي ان العب هذه المباراه او هذه البطوله؟ برضو ده بالنسبه لنا انا بقولها من دلوقتي ليه؟ انت ليه بتتكلم في كده؟ انا بتكلم في كده لانه ده الكلام او اللي طالع من التصريحات الاعلاميه اللي طالعه من المتحدث الرسمي باسم الرابطه، اللي ان شاء الله ان شاء الله كلنا في ظهر هذه الرابطه، وكلنا امل ان يبقى هناك تغيير على كل الجوانب او في شكل الكره المصريه خلال الفتره اللي جايه من خلال وجود هذه الرابطه. اسماء شابه، اسماء واعده، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، سواء الاستاذ احمد دياب او الكابتن عماد متعب او بقيه الخبرات اللي موجوده، اللي هو ثروت سويلم، اللي هو صفي، كابتن عامر حسين، بقيه اللي موجودين كلهم اسماء كبيره وخبره، تقدر او هناك مزيج ما بين الشباب والخبره يقدر يعمل شغل كويس. فمن فضل حضراتكم ما تحطوناش قدام موضوع ممكن يبقى صعب تحقيقه. جمهور النادي الاهلي لن يقبل، عشان اللي عايز يعرف يعني،
او اللي بيحب يفهم عن جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يلعب مباراه وديه عايز يكسب، يلعب كاس الرابطه عايز يكسب، يلعب دوري عايز يكسب، يلعب كاس عايز يكسب، يلعب اي بطوله عايز يلعبها عايز يكسب، يلعب ودي عايز يكسب، ما عندوش مشكله. او هو ده التفكير اللي دايما جمهور النادي الاهلي بيفكر فيه. فمن دلوقتي النهارده 28 ولا 27 9 قبل بدايه الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده بثلاث شهور اهو، عشان تجد حل لهذا الامر، عشان تجد حل لهذا الامر، لانه امر هيكون صعب جدا جدا يتم تحقيقه، لانه اقعد احسبها من اليمين والشمال، لو ممكن يروح اكتر من 7 المنتخب، وممكن الفتره اللي جايه لعيبه تانية تتالق، ممكن يروح 8 9 10 من اللاعبين يروحوا منتخب مصر، وبالتالي مع الخمس لاعبين اللي موجودين المحترفين اللي بيروحوا برضو منتخبات بلادهم هنخش في 15 16 لعيب، وبالتالي هتبقى عندك مشكله كبيره جدا في هذا الامر. من دلوقتي من 27 ولا 28 9 انا بقول لحضراتكم كرابطه، من فضل حضراتكم فكروا في الموضوع ده يتحل ازاي، لو حضرتك هيبقى او عايز تجبر الانديه ان هي تلعب هذه المسابقه، وهي تفكير جيد بالمناسبه، ان في الوقت اللي لعيبه المنتخب او المنتخب بيلعب فيه في كاس الامم الافريقيه بقيه اللاعبين يكونوا موجودين، وزي دوره تنشيطيه او كذا او كذا، لكن هي ليها الاسم او المسمى اللي بيطلق عليها كاس الرابطه، ويبقى ليها نظام خاص ويبقى ليها جوائز خاصه، ده اللي احنا سمعناه. فهو تفكير جيد جدا، ولكن الكلام حلو يعني، لكن مضمون الكلام لما تيجي تفكر في الكلام اعتقد هيبقى تنفيذه صعب جدا جدا. وانا هنا بتكلم عن فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، مش بتكلم عن اي فريق اخر. ممكن ما هو في فرق هتوافق ان هي تلعب هذه البطوله لانه اعداد جيد وفي فتره توقف طويله وكذا وكذا، لان ما عندهمش حد من المنتخب او راح المنتخب. فيجب ان يكون هناك تفكير جيد في مثل هذا الامر، لانه امر هيبقى صعب جدا، لانه في النهايه جمهور النادي الاهلي دايما دايما بيفكر بشكل الطموح الشغف، عايز اكسب كل البطولات، حتى لو هلعب بطوله رابطه انديه او رابطه الانديه المحترفه بشكل تنشيطي او بكذا او بكذا، انا عايز اكسب هذه البطوله.